بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. بالتأكيد ماتش مهم لأنها مباراة بين فرقتين كبار في القارة الأفريقية، ولكن قبل ما نتكلم في أحداث المباراة تعالوا بينا نروح لفندق الإقامة ونشوف مراسلنا هناك كريم أحمد وآخر الأجواء عنده. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل جمهور وعشاء ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. مئات الملايين من جماهيرنا منتظره هذه المباراه، مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، فريق الوداد. طبعا يا كابتن ايمن انت عارف عنده دوافع كبيره وعنده رغبه كبيره لهذه المباراه، عندهم مكافئات ماليه، كل الامور دي اكيد ليها امور تحفيزيه خاصه بفريق الوداد، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما عهدنا لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده. 11 راجل في الملعب باذن الله النهارده، 90 دقيقة تكون من نصيب النادي الأهلي أداء ونتيجة. لو بطمنك كابتن أيمن كالعادة وبطمن كل جمهور النادي الأهلي على حالة اللاعبين المعنوية، الحالة الفنية، جاهزية اللاعبين إن شاء الله لهذه المباراة، تركيز كبير جدا لكل اللاعبين، المعنويات مرتفعة بشكل كبير جدا، اللعيبة عندها إصرار كبير إن شاء الله النهاردة إن هذه المباراة تكون من نصيب النادي الأهلي. متواجدين في فندق الإقامة بننقل كل الأخبار والكواليس. النهاردة يمكن كان يوم اعتيادي لفريق النادي الأهلي بالنسبة لوجبة الفطار اللي كانت 10:30 صباحا، أيضا كمان وجبة غداء 2:30 ومحاضرة فنية أخيرة لبيتسو موسيماني استغرقت 40 دقيقة. محاضراته مطولة كابتن أيمن لكن كلها تحفيز وكلها جدية وكلها شغل تكتيك بشكل كبير جدا. الراجل على طول مستمر في الوقوف على نقاط القوة والضعف، الثغرات، الأمور التكتيك اللي هيلعب بيه هذه المباراة، وأيضا كمان مهام كل لعيب. الراجل يمكن صحح الأخطاء بشكل كبير جدا في المباراة الأولى من خلال طبعا التدريب اللي كان على ملعب مختار التتش، وأيضا التدريب الأخير اللي كان على استاد القاهرة أمس في تمام الساعة 6:00 مساء. كل الأمور الحمد لله كابتن أيمن ماشية بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الأهلي، جاهزية اللعيب الحمد لله مطمئنة، مروان محسن الحمد لله قدرنا ان احنا نطمن بشكل كبير على جاهزيته وادى تدريب مميز جدا، قفشه ايضا كمان مميز جدا وظهر بشكل اكثر من رائع، جونيور اجاييه، علي معلول كمان اللي يمكن بنستنى بقى التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي اللي هيكون على استاد القاهره باذن الله نطمن علي معلول سواء كان متواجد او هيخرج بره هذه المباراه. لكن بشكل عام كابتن ايمن كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، باين وواضح جدا في وجوه اللعيبه مدى التركيز الكبير، جلسات مستمره سواء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني بالكامل، اللعيبه كمان كابتن ايمن بتحاول ان هي تجمع بعضها على طول لان المباراه منتظرها ملايين من جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله الظروف والعوامل والمناخ وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله في هذه المباراه اللي حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، البطوله الافريقيه. 90 دقيقه من نار ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه وان شاء الله تحجز مكان في المباراه النهائيه اللي كالعاده هيكون ليها حسابات كبيره جدا، هتكون 90 دقيقه فقط لغير زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، لكن عندنا خطوه اولى هي المباراه اللي انت ان شاء الله النهارده على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء باذن الله. دعوات كل جمهور النادي الاهلي، دعوات كابتن ايمن، دعوات ايضا كمان كل كباتننا في الاستوديو التحليلي باذن الله لعبتنا تكون موفقه النهارده ونحصل على نتيجه المباراتين ونصعد ان شاء الله للمباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن ايمن كالعاده من فندق الاقامه حتى وصول لملعب المباراه، وان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المباراه تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي، ويكون معاك ان شاء الله لحظه بلحظه ننقل لكم فرحه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شايفين طبعا كل الاجواء كويسه ومهيئة أمام اللاعبين إن شاء الله لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق إن شاء الله نتيجة إيجابية لصعود المارد الأحمر للنهائي بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله نحقق الفوز. النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في البطولة، طبعا إحنا كلنا عارفين إن هو توج بها بثمان ألقاب، وهو أيضا مش عايزين ننسى برضو دي، يمكن أنا متفائل شوية. ليه بقى متفائل شوية؟ لأن أنا عندي ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي، وعندي ثقة كبيرة جدا في المدير الفني. وعلى فكرة مش طبيعة لعيبة النادي الأهلي على مدار العصور الاستهتار بالخصم وعدم التركيز مهما كانت نتيجة مباراة الذهاب، والعاشر مرة يمكن بقول الكلام دوت، إنما مش لازم ننسى ماتش الذهاب ونتيجة ماتش الذهاب والأداء الجيد اللي احنا أديناه في ماتش الذهاب، لا ما ننساهوش، لان ده هيدينا ثقه عاليه زي ما قلت قبل كده، هيدينا روح معنويه عاليه جدا، هيدينا افضليه واحنا بنبتدي الماتش. يعني ده ما يتنسيش ابدا، ما انساش ابدا ان انا عملت ماتش كويس، ان انا في جيبي جولين، يعني انتصار وجولين، ده مكسب لازم ان انا احتفظ بيه وافكر فيه طول ما انا بلعب في الجيم. بصوا الاثنين المباراتين متصلين ببعض، انا كسبت الشوط الاول، ناقص شوط بس، ما انساش يعني الخصم مش ناسي ان انا كسبت الشوط الاولاني، وانا برضو ما انساش ان انا كسبت الشوط الاول. دي ميزه ليا، دي افضليه، انا عندي الافضليه،
مش لعيبه النادي الاهلي اللي بتستهتر، مش لعيبه النادي الاهلي اللي تخش فاقده التركيز. احنا شايفين اهو على الشاشه اللعيبه وفي طريقها لملعب المباراه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. وبعدين انا بقول ان احنا بالمكسب اللي احنا عملناه صح، احنا اصحاب الفرصه الاكبر في ماتش النهارده، لان احنا كسبناهم في ماتش الذهاب بفارق هدفين في المغرب. هتقول لي الماتش النهارده بدون جمهور وفي تساوي، في تساوي في حته الجمهور بس، انما انا ليا الافضليه، انا ليا الافضليه بمكسب وجولين. اكيد الوداد فرقه المغرب بطل المغرب بالتاكيد فريق ليه تاريخ، اكيد ليه تاريخ في المغرب وفي افريقيا. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين من خلال قناه النادي الاهلي استعد جيد جدا جدا لماتش النهارده. عملنا معسكر مبكر قبل الماتش 48 ساعه، وايه كل اللعيبه عندها احترام للمنافس، ودي عاده النادي الاهلي دايما. كل لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت على مدار العصور بيحترموا الخصم احترام كامل مهما كانت نتيجه الماتش الاولاني. مفيش تعالي عندنا، مفيش استهتار، ده مش اسلوب النادي الاهلي. عشان كده انا عندي تفاؤل بالماتش ده، لان احنا دايما بنلعب على الفوز بعيد عن اي نتيجه كانت في الذهاب. يعني متعادل احنا بنلعب على المكسب، كسبانين بنلعب على المكسب، لا قدر الله كنا خسرنا برضو كنا هنلعب على المكسب. المعسكر كمان خلي بالكم مستر موسيماني كان شغال محاضرات بالفيديو ومحاضرات خاصه مع اللعيبه لشرح الاداء بتاع فرقه المغرب في ماتش المغرب، بالرغم ان احنا قلنا ان ده ما كانش حاله الوداد، ولكن هو مستر موسيماني كان برضو دارس فرقه المغرب كويس وشاف الفيديو واتكلم برضو تاني عن نقاط القوه ونقاط الضعف، وكلم اللعيبه على كل واحد ودوره في الماتش بتاع النهارده، وجهز اللعيبه فنيا وبدنيا. ليه كل ده؟ عشان برضو من اجل تحقيق الفوز تاني باذن الله وحجز تذكره الصعود لنهائي البطوله، ودي خطوه مهمه جدا في طريق التتويج باذن الله يا رب ان شاء الله بالاميره السمراء اللي احنا كلنا نفسنا نشوفها ونرجعها تاني في دولاب النادي الاهلي. كل الجميع ان شاء الله داخل المعسكر لحد ما بيركبوا الاتوبيس اهو، كله متحفز، كله مركز، كله عنده تفاؤل لكن عنده ثقه. تفاؤل بحذر، تفاؤل مع احترام الخصم. فعندنا 22 راجل، اللي هيلعب واللي مش هيلعب كلهم على قلب راجل واحد، كلهم منتظرين اشاره من مستر موسيماني لنيل شرف تمثيل النادي الاهلي في المواجهه المرتقبه اللي بتنتظرها جماهير وعشاق الاهلي في كل مكان. الكل جاهز، يتبقى بس حاجة واحدة زي ما بنقولها دايما في الاستوديو التحليلي، يتبقى التوفيق من عند ربنا. إنما أنا عندي ثقة، وثقة جامدة جدا في لعيبة النادي الأهلي، ثقة جامدة جدا في المستر موسيماني والجهاز المعاون. خلي بالكم فرقة النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي دايما لما تيجي تفكر بتفكر في النادي الأهلي أولا، بتفكر في الجمهور، وبعدين بتفكر في نفسها. فلعيبه النادي الاهلي على مدار العصور هي بتعمل كده بالظبط، ثلاث حاجات اللي انا بقوله لكم ده، بتفكر في النادي، بتفكر في الجمهور، وبعدين بتفكر في نفسها. فانا عندي ثقه كبيره جدا ومتفائل جدا. ما حدش يجي يقول لي بقى انت متفائل عليه، لا انا متفائل، متفائل لان انا عارف نوعيه لعيبه النادي الاهلي، ونوعيه لعيبه النادي الاهلي اللي احنا شفناها بالذات اخر اربع ماتشات، لا حصل طفره، حصل طفره في الروح، حصل طفره في الاداء، حصل طفره في كل شيء. هتقول لي الراجل لسه جاي ما عملش حاجات، بس كان ليه دور مهم، والفرقه اتغيرت في الاربع ماتشات اللي فاتت، وبعدين كل ماتش بنشوف الحمد لله تفوق وتقدم وافضليه على الخصم. فهو ده اللي ان شاء الله باذن الله النهارده هنشوفه وهنكمل بيه، ونلتقي بعد اللقاء ان شاء الله. وافتكروا كلامي دوت، هيدير اللقاء النهارده طاقم تحكيم بقياده الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز، يمكن اتكلمنا عليه امبارح، وهو من الحكام الجيدين جدا في الساحه الافريقيه، وان شاء الله نتمنى لطاقم التحكيم التوفيق النهارده، وتستمر العداله التحكيميه، لان الحكم لما بيكون عندك ثقه فيه في الملعب بتحس ان انت هتاخد حقك، تلعب بارتياحيه، بتبقى واثق في نفسك. انما لو الحكم مهتز وضعيف متردد انت بتبقى خايف انك تعمل حاجه تتحسب عليك او هو يروح ماسكها لك، زي ما شفنا مثلا في الماتش الاولاني اللعبه بتاعه ديانج، كوره بسيطه جدا وفي تلت الملعب الثاني بتاع الخصم ما فيهاش اي حاجه خالص، ولقينا مره واحده كارت اصفر بيطلع. في الحاله دي تحس ان الحكم بقى محجمك في الكوره المشتركه، ان انت في اي وقت ممكن تاخد اصفر في احمر. انما ان شاء الله باذن الله النهارده نشوف باذن الله توفيق طبعا من
طاقم التوفيق لطاقم التحكيم وعدالة تحكيمية من فيكتور جوميز والجهاز المعاون. إن شاء الله هنروح لفاصل دلوقتي وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكرام، ضيوف الاستوديو التحليلي، كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل مصطفى، وكابتن هاني العجيزي للحديث عن الأمور الفنية للماتش الأهلي والوداد. أرجوكم انتظرونا. We'll be right back.
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار نجوم استوديو التحليل النهارده كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كابتن عادل مصطفى، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن، نورنا. اهلا بحضرتك. كابتن هاني العجيزي، اهلا وسهلا بيك، شرفنا. اهلا بيك كابتن ايمن. في البدايه طبعا عايز اتكلم على حاجه، يعني طبعا شفنا طبعا الماتش الاولاني للنادي الاهلي مع الوداد، وشفنا الماتش الاولاني للنادي الزمالك مع الرجاء. ايه من وجهه نظركم التفوق الواضح في الماتشين بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك على الوداد والرجاء؟ اولا حاجه قلناها كده في الاستوديو ايمن، عدم وجود جمهور بالنسبه للوداد وبالنسبه للرجاء حاجه مؤثره جدا. عكس اهلي والزمالك، اهلي والزمالك بيلعبوا من غير جمهور بقالهم فتره. فالاجواء نفسها انت متعود عليها. الضغط الجماهيري اللي كان بيحصل من الرجاء والوداد، خصوصا الرجاء، رجاء من الجماهير اللي هي مصنفه عالميا بالدخلات بالرسومات اللي بيعملوها، الوداد جمهوره صعب جدا. فانت بالظبط شلت 50% من قوه الوداد والرجاء بره من قبل ما تلعب، فدي بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنادي الزمالك حاجه مريحه بره، ان انت مش مفيش تحت الضغط الجماهيري. بالنسبه للعيبه وضغط جماهيري الحاكم كمان. طب لو كان العكس يا كابتن علاء، كان هيبقى نفس الكلام بالنسبه للرجاء والوداد؟ كان هيبقى الامور العكس فين؟ في مصر. ما برضو جمهور النادي الاهلي وجمهور الزمالك جمهور ليه تقل جامد جدا في الاستاد. ده اكيد. اكيد طبعا يعني. هم بص الاربع فرق بيتميزوا عندهم جماهير قويه جدا جدا جدا. سيبك من النادي الاهلي، النادي الاهلي جماهير لوحدها خالص. لكن باقي الفرق عندها جماهير وبتاثر في الاداء نفسه. جماهير الاهلي معروفه طبعا بمؤازرتها للعيبه وجنونها بحاجه اسمها النادي الاهلي وبطولات في النادي الاهلي. لكن هو الظروف الماتشين دول يا ايمن هم ده اللي حصل. الاجانب في حاجه كمان، فرقتين خارجين من موقع ساخنه قوي في الدوري المغربي. صح. لحد اخر مباراه انت مش عارف مين هيكسب، فده ضغط نفسي وبدني عالي جدا على اللعيبه. فانت يعني كانت بتخلص دوري ما فيش اربع خمس ايام وداخل على ماتشين كبار جدا، اهلي وزمالك، وفرقتك كلها لعبة دوري لحد اخر سنه فمجهدين. الحاجه الثالثه موضوع كورونا برضه واثر على بعض اللعيبه فيهم. صحيح. لكن اللي انا عايز اقوله بعد كل الاسباب اللي انا قلتها دي، لما تيجي تقيس مثلا مباراه الاهلي، الاهلي عمل مباراه هناك في المغرب عاليه جدا جدا جدا، محترمه جدا، ثقه في 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 في, في اداء المدير الفني، ثقه في نفسه وثقه في اللعيبه. حتى ما كنا بنتكلم في الاستوديو هنا ما غيرش طريقته، بيلعب ضاغط ما عندوش مشكله في حاجه خالص، هو عنده ثقه ان هو عايز يسجل هناك وسجل اثنين مش هدف كمان، فدي بالنسبه له اديته ارتاحيه كويسه جدا لمباراه النهارده. صح. نفس الكلام الرجاء، مش هو الرجاء برده اللي بجماهيره واللعيبه مجهده وتعبانه جدا. الزمالك خد المبادره وهدف مبكر ريح الامور شويه بالنسبه لنادي الزمالك. يمكن الشوط الثاني الرجاء حاول شويه، بعض ملامح الخطوره حصلت من الرجاء، لكن في النهايه 1-0 نادي الزمالك، نتيجه برده مريحه هنا. اللي انا عايز اقوله ايمن، انتظام الدوري بتاعك كمان هنا، والاهلي لما خلص الدوري بدري الامور هاديه خالص، ما عندكش مشكله. لعيبه النادي الاهلي والزمالك تعودهم باللعب من غير جماهير، ما عندهم ما فيش مشكله بالنسبه لهم، بقالك فتره كبيره بتلعب من غير جماهير، في حته الضغط الجماهيري دي بالنسبه لهم متعودين عليها خلاص. عكس بقول لك انا الوداد والرجاء الجماهير اثرت فيهم قوي، وطالعين من معركه في الدوري المغربي اثرت عليهم بدنيا كمان. يعني ممكن النهارده تلاقي فريق الوداد بدنيا احسن، افضل شويه، اقوى يعني، واقفين شويه غير المباراه اللي فاتت. يمكن الرجاء عكس شويه، ان الرجاء خد فتره كبيره عشان موضوع الكورونا. بس عايز اقول حاجه كابتن علي، انا قريت تصريح ل الراجل المدرب المدير الفني بتاعهم بعد المباراه، جاموندي. كويس. جاموندي هو اتكلم كلام تحس منه ان هو ما كانش قاري ولا دارس النادي الاهلي خالص. انت بتتكلم على الوداد؟ على الوداد. لا بتكلم عليه. مش مش هو اتكلم بطريقه غريبه جدا. اهو قعد طبعا يبرر لنفسه الطريقه اللي او الحاله اللي كان ظاهر عليها اللعيبه، وقال على بعض الحاجات ان انا اضطررت لذلك لان انا ما فيش كان عندي بدايل، وان انا غصب عني حطيت لعيبه في مراكز غير مراكزها، وانا بلعب كل 3 ايام مباراه. هي دي اللي بنتكلم عليها. مع ان النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه. ما علينا، بس هو بيلعب ان هو مضغوط يا ايمن. النادي الاهلي الحمد لله مخلص الدوري، ودي نقطه فادت النادي الاهلي كويس قوي ان هو نهى الدوري من بدري، فحته الضغط البدني والنفسي دي بعيد شويه، ما عندوش مشكله فيها. لكن هو الاسباب اللي قالها دي كانت هي حقيقي، هو بدل بعض الافراد، بس التبديل هو عامله غلط. هي مشكلتنا. صحيح. مش مشكلتنا. لا وما اتكلمش عن النادي الاهلي خالص. ما هو يعني ما اتكلمش النادي الاهلي
فاجئوا مثلا بالطريقه بالاسلوب بالتشكيل. ما اتكلمش عن الاهلي خالص، ان الاهلي كان في حاله فنيه كويسه، ان الاهلي مثلا الجول الاولاني اثر على طريقه لعب على الفرقتين مع بعض، يعني ما اتكلمش على الاهلي خالص. لو هو النادي الاهلي، لو هو هو ده اللي هو ده المقصود من كلامه، ان هو مدرسه النادي الاهلي، يبقى دي غلطه مدير فني تعتبر بالنسبه له فشل. ايوه، ما حضرتك تيجي في الدور قبل النهائي وبتقابل النادي الاهلي بعظمته بقوته، لازم تدرسه كويس قوي قوي. صحيح. وكل فرد وكل خط، وازاي هتدافع وازاي هتهاجم، اهو دي الكوره. زي النادي الاهلي، مستر موسيماني حافظ الوداد بالزبط. والطريقه قرارها من زمان بالزبط. عارف هو عنده ثقه في لعيبته، واخد القرار هيلعب بالطريقه دي. انت لو انت ما استعدتش النادي الاهلي، يعني معلش ايمن مع احترامي لتصريحاته، وانت لو ما درستش النادي الاهلي هتدرس مين؟ في افريقيا كلها اذا كنا هنتكلم يعني. هي. يبقى انت غلطان، يبقى انت مدير فني بتعترف بغلطك. سيبك ان انت غيرت في التشكيل مضطر، ماشي. لكن اما اجي اغير مضطر اشوف الانسب للمكان. لكن حتى توزيعه اللعيبه في الخطوط كنا بنتكلم عليها انا وعادل، كان موجود، كنا بنتكلم عليها غريبه شويه. مزبوط. يعني بتلاعب واحد في قلب الدايره عنده 38 سنه. مزبوط. انت هتقابل مركز صعب قوي، وفي مركز لا محتاج بدني عالي جدا، حساس جدا. هو اللي هيديك الامان دفاعيا، وهو اللي هيامن لك حتى الناس اللي بتهاجم. فحاطط لعيب عنده 38 سنه مع لعيبه في وسط النادي الاهلي بالحيويه وصغر السن ده، يبقى انت اللي غلطان. مزبوط. يعني كل تصريحات المدير الفني ايمن بتوريك ان هو، طب كده هو ساب الرئيس بقى في الهزيمه مبدئيا. صحيح. بس ان هو انت ما درستش النادي الاهلي غلطتك. تشكيلك الاضطراري انت اللي عملت تشكيل بنفسك، دي غلطتك مش غلطه حد. وفي حاجه قلناها هنا، اليوم جه كده، والنادي الاهلي استغل اليوم. مزبوط. 90 دقيقه حصل عندك مشاكل، لكن الحلو النادي الاهلي ما عندوش مشاكل، استغل المشاكل دي. هدف بالتاني كان ممكن يبقى ثلاثة كمان، لكن خلاص هو اليوم جه كده. والتوفيق كان في النادي الاهلي، وهم مركزين كويس قوي. ونتيجه 2-0 عن استحقاق على فكره ايمن، مش يعني احنا ما استغلناش الماتش. بالعكس، انت مسيطر على المباراه من اولها لاخرها. وكان لو في توفيق شويه كان ممكن يبقى ثلاثة كمان مش 2 بس. صحيح. لكن تصريحات طبعا، هو يعني هو كمان غرق نفسه زياده. صحيح. أكيد. صحيح. كان مسمى اسباب تفوق النادي الاهلي ونادي الزمالك، يعني علاء تقريبا اجمل في الكلام اللي كل واحد هيقوله يعني. لكن انا هركز على نقطتين. النقطه الاولى الجماهير، مفيش شك ان بتدي قوه كبيره جدا للرجاء والوداد، غير لما بيلعبوا بدون جماهير. الاحساس بالناس والتشجيع الجنوني بيأثر، وممكن كانت تأثر على بعض اللعيبه كمان في فرقه الاهلي والزمالك، يعني بصوره عكسيه كمان لبعض الناس اللي ما لعبوش تحت ضغط جماهير. دي نقطه. النقطه الثانيه اللياقه البدنيه، وضحت عوده الدوري المصري بدري بفتره كبيره عن الدوري المغربي، واضح جاهزيه لعيبه الاهلي والزمالك عن لاعبي الوداد والرجاء. على فكره هو الاهلي والزمالك لاعبين 17 مباراه، والوداد والرجاء لاعبين 12 مباراه. ماشي، بس انا اقصد لا في فرق. في فرق. وبعدين الفرق كمان معاه حاجه يمكن علاء وضحها، الدوري هنا كان محسوم. فالنادي الاهلي والزمالك كانوا رغم الثلاث ايام مباراه، ولكن النادي الاهلي ريح لعيبه كتير في اوقات، كان بيدي للعيبه، بيريح بعض اللعيبه، معلول ممكن ما يلعبش فتره، ايمن اشرف يقعد شويه، حمدي فتحي يقعد يلعب، ديانج باجي يلعب شويه، مروان يلعب، فتحي وهاني، كان في رفاهيه. الضغوط عليهم ما كانتش زي الوداد والرجاء. لغايه اخر اسبوع الدوري مش محسوم. مزبوط. فبيلعبوا بالشبه الاساسيين اللي متاحين كمان، لان في ناس اتصابوا عشان الكورونا وكده بالنسبه لهم. صحيح. فكانوا مضغوطين هم نفس الناس اللي بتلعب تقريبا. فدي ضغطهم شويه، مع اللياقه البدنيه بتاعتهم مش جاهزه قوي. دي وضحت في ايه؟ كل الكرات اللي انت بتلاقيها مشتركه بين لعيبه الاهلي والزمالك، تلاقيهم هم المتفوقين اكتر. السرعات والحده، الحده في السرعه بتبان جدا في اللياقه. يعني اللعيب الاهلي بيجري سبرنت، واضح اللعيب الوداد مش محصله. بتوع الزمالك وان كان الى حد ما فرقه الرجاء كانت متماسكه اكتر. الحده في القوه، في السرعه، في رد الفعل، كله كان في تفوق من النادي الاهلي. فدولت عنصرين مهمين طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. كمان
الـ انا هتكلم على الاول على الحاجات اللي في فرقه الوداد والتفوق بعد كده من النادي الاهلي. بعض الناس اللي اتصابت قبل المباراه على طول، يعني مثلا كان الصعيدي اصلا وسط ملعب مدافع، أيوة. ويحيى جبران هو بيلعب في الوسط، يمكن علاء اتكلم فيها ان هو لاعب ابراهيم النقاش في الوسط ورجع يحيى جبران. الصعيدي جاله كورونا قبل الماتش بيوم ولا يومين، فاضطر يلعب يحيى جبران اللي هو اكتر واحد بيجري في نص الملعب، ولعبه سيرد باك، وهو يمكن كمان مش مركزه، فلخبط في كره قفشه الاولانيه، وكان ملخبط هو وابراهيم نجم الدين، ولاعب النقاش اللي هو اساسي قبل كده، بس زي ما علاء قال هو سنه كبر، وكمان كان بقاله فتره ما بيلعبش. ده بالنسبه للاهلي. بالنسبه للزمالك نفس الامور برضو، بعض الناس اتصابت وكده، لكن ده لا يمنع ان النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا. اللعيبه كانت فايقه قوي، استغلوا فرصه، بالنسبه للاهلي استغل فرصتين جوله، الزمالك استغل واحده من اللي جوله، كان ممكن كمان يضيفوا اهداف اكتر، ففي تفوق كمان كبير من النادي الاهلي ونادي الزمالك. ما نقدرش نبخس الجهد الكبير والاداء اللي الاهلي والزمالك عملوه مع الحاجات دي، والتنظيم الدفاعي عندهم والتركيز كان عالي جدا بصراحه. طبعا. كابتن عادل هنتكلم في النقطه ديت، ولكن استاذنك ان احنا نقول فريق النادي الاهلي والتشكيل النهارده. محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتحي، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، اثنين نص ملعب سوليا وديانج، قدامهم اجاييه، حسين الشحات، مجدي قفشه، وراس حربه قدام مروان محسن. هنقولهم مره ثانيه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتحي، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم ايمن اشرف، اثنين اللي قدامهم سوليا ديانج، اثنين اللي على الاطراف اجاييه وحسين الشحات، وفوسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام مروان محسن. كابتن عادل عايز اعرف اسباب تفوق نادي الاهلي والزمالك، وبعدين هنبقى نتكلم في التشكيل. مبدئيا نتكلم في حاله اللعيبه يوم المباراه. في حاجات في معطيات بتبقى موجوده قبل المباريات، الناس بتحللها وناس بتتكلم فيها وبتقتلها بحثا يعني، ولكن يوم المباراه الحاله الفنيه يوم المباراه والحاله البدنيه والتوفيق بيفرق داخل 90 دقيقه. هنيجي نتكلم على المباراه من ناحيه الوداد. الوداد من جانب الوداد دخل فيه هدف مبكر، اخطاء من البدايه في التشكيل بوجود ابراهيم النقاش ويحيى جبران في غير مكانه، وكان ممكن انت يعني كان في تغييره بتاعت شيخ كماره الشوط الثاني. ده معنى كده ان هو كان موجود معاك، وطالما دخلته قائمه المباراه اذا فهو لعيب سليم. وانت كمان نزلته وانت خسران، ما نزلتوش وانت كسبان، انت نزلته وانت خسران، فاذا فكنت ممكن توصل بس نسبه جاهزيته مش 100%. تمام، مفيش مشكله. بس هو لجأ له في الاخر. طالما انت لجأت له يبقى انت كان عندك ادوات وانت ما عرفتش تستخدمها، ودي يعني راجل يشكر عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ضياع ضربه الجزاء برضو كان ليها برضو مردود جوه الملعب، ان هي برضو بتاخد منك. طب انا عايز اسالك في ضياع ضربه الجزاء دي بالذات، انت كمدير فني، هو يحيى جبران هو الراعي الرسمي لضربات الجزاء في فرقه الوداد، هو جايب 8 اهداف من ضربات جزاء في الدوري. مظبوط. كويس. انا حتى لو عمل غلطه في الاول واثرت على نفسيا، ممكن تكون اثرت عليه نفسيا، وانا المدير الفني وجات لي بينالتي اتكلمنا فيها يوميها والنتيجه 1-0، كويس، اغير ولا لا؟ بالظبط. اتكلمنا فيها في الاستوديو اللي فات، قلنا ان في مدرستين. مدرسه بتقول ان في لعيب بيبقى غلطان او عمل خطا في المباراه فبقى عنده مشكله، مش نفسيا مش قادر، فلعيب تاني بياخدها فبيسيبه. الا ولو او يبقى لعيب عنده شخصيه وهو اللي ياخد الكوره، او يبقى المدرب هو اللي عنده شخصيه في اللعيب اللي اخطا فبالتالي يجبره ان هو يشوط، وعلى مسؤوليه المدرب. صح. فدي 3 حاجات احنا يعني دي حاجات واضحه ومفروض كانت هو ده اللي يمشي، بس بس دي تعتبر مسؤوليه مدير فني. ده كويس. بص احنا خلينا نتكلم ان المباراه دي كانت مباراه مديرين فنيين. مدرب اخطا في حاجات كتير ومعرفش يدرس الخصم بشكل كويس، وانا شايف ان هو ما اداش النادي الحق الاهلي حقه. صح. كاملا. صح. ولو اداله حقه كاملا في ان هو يلعب زون في ملعبه يعني احتراما للنادي الاهلي، لكن هو ما قراش التفاصيل اللي جوه المباراه. صح. ومدرب تاني قرا المباراه بشكل كويس جدا وعنده مردود كويس في الاربع ماتشات اللي قبلها او الثلاث ماتشات اللي قبلها، وعمل شخصيه للنادي الاهلي، بقى في شخصيه جوه الملعب. خلينا نتفق ان احنا ما قبل مباراه المقاولين اللي قبل ما مسكها موسيماني كنا حاسين الاهلي ما عندوش شخصيه جوه الملعب. مزبوط. ودي الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها طول عمرنا. ممكن اللعيبه ما تبقاش فنيا اعلى حاجه، ولكن عندها شخصيه جوه الملعب.
الشخصيه بتخليك تفوق 3 4 درجات عن اي حد فنيا عالي. فده خلينا نتفق ان موسيماني كمان في الجانب اللي احنا بنتكلم فيه ان هي في جوانب من ناحيه الوداد ولكن في جوانب من ناحيه الاهلي. جوانب من ناحيه الاهلي من ناحيه موسيماني ادار المباراه بشكل كويس جدا، كان جريء في التعامل مع المباراه، عنده ثقه في لعيبته، مش هقول ثقه مفرطه بس ثقه بتيجي بعد سنين طويله، بعد فتره طويله لما تقعد مع فريقك. الثقه دي بانت في كم في لعيبك كلها، ولكن بانت قوي في قفشه اوجيه. انا شايف ان اوجيه كان نجم اللقاء الاول بعد الشناوي، طبعا ان الشناوي اثر في نتيجه اللقاء فهو اخذ احسن لاعب في المباراه، ولكن انا بالنسبه لي كلاعب جوه الملعب في العشرة كان اوجيه احسن لعيب في الملعب. يجي بعده كان من الناس اللي موجوده برده قفشه ادى بشكل كويس جدا، ودي الحاجات اللي ما تقدرش تقول ان اللعيب كان كويس، لا تقدر تقول ان المدرب خلى اللعيب كويس، لان نفس اللعيبه دي كانت موجوده معاك قبلها بثلاث اسابيع وما كانتش بتأدي بشكل كويس. كنا قفشه ناس كلها كانت بتنتقده، كلنا في الاستوديو كنا يعني مش قادرين نديله حقه قوي ان هو ما كانش بيأدي بشكل كويس، والجمهور ناس كتير جدا فقدت جزء من الثقه في قفشه وده كان واضح. ولكن لما يجي لك مدرب بقى يحتضنك، وده كان باين برده في طريقه تعامله معاه بعد الهدف، مش دي بس خلي بالك جوه المباراه، بعد في اثناء الهدف لا، وخلي بالك قبل كده الجزاء اللي ضيعها بالظبط. فدي حاجات ليها علاقه بالمدرب. أي. والمدرب مش ان هو يحط التشكيل وخلاص وان هو يعني يعمل يعني وحده تدريبيه كويسه، لا، في تعاملات نفسيه هي اللي بتفرق مدرب كبير عن اي مدرب تاني. الشخصيه برضو زي ما اللعيب الكبير شخصيته بتفرق، المدرب الكبير برضو شخصيته بتفرق. هو لا، هو اتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، وده كان واضح على معظم اللعيبه، بقى في ثقه. انا بالنسبه لي قبل ما الاهلي يسجل كان بالنسبه لي اول كورتين الاهلي اخذهم اللي هي بتاعت جت عند الشناوي وسلمها ومع ايمن اشرف ومع ياسر، دي بالنسبه لي شخصيه. أي. انك مش محتاج تقعد 10 دقايق عشان تلعب كره طويله بعد كده تجس نبض المنافس فتلعب كره على الارض. لا، الراجل كان عنده يعني بلان واضحه جدا من اول مباراه، هو بيحضر مباراه بيراميدز نفس الشيء كان مطلوب منه برده بيحضر، مباراه المقاولين، مباراه امبي، اشتغل بنفس السيستم. انا شايف ان الاهلي ممكن اكون انا اوقات عندي تحفظ في حاجات او قلقان من حاجات، دلوقتي انا مش قلقان من حاجه لان الاهلي عنده شخصيه. الاهلي دلوقتي بقى عنده شخصيه، في مدرب طبع شخصيته على اللعيبه، وفي شخصيه جوه الملعب في عند اللعيبه، بغض النظر عن النتيجه. خد بالك بغض النظر عن نتيجه اللقاء ان مش الاهلي كسب فقلنا الكلام ده، لا، الكلام ده كان موجود في الملعب وكان على ارض الواقع على المباراه اللي قبلها، والاهلي ادى فيها بشكل كويس جدا. فاعتقد هي دي الحاجات، حاجه من الحاجات يعني الحاجات المجملا يعني الحاجات اللي اثرت في نتيجه مباراه الاهلي والوداد. كابتن هاني، يا كابتن، اسباب تفوق الاهلي والزمالك في مباراتي الذهاب. بص يا كابتن، انا مش عايز اتكلم في فنيات، انا هتكلم في حاجه تانية خالص، يعني في حته ان الراجل من ساعه ما جه النادي الاهلي اشتغل على العامل النفسي بشكل كبير جدا للاعبين، قدر ان هو يدخل بلغه الكوره كده، يدخل جوه اللعيبه بشكل يعني باسرع وقت عنده. يعني احنا شفنا اول ما الراجل ما جه، يعني انا حتى اتكلمت عليه قبل كده، اول ما جه الراجل جه النادي الاهلي وجي نزل التمرين وبعد كده جه قناه النادي، فالراجل كان عايز يقرب، كان باين قوي بطريقته واسلوبه ان هو عايز يقرب من الناس او يقرب من الجمهور، مش اللعيبه بس، والجمهور كمان، لان الراجل اكيد متابع السوشيال ميديا كويس قوي في مصر، وعارف ان السوشيال ميديا اكيد يعني ليها عامل كبير في 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 وجود حاله اللعيبه او حاله الشكل العام في مصر. فالراجل قدر يشتغل على الحته دي، قدر ان هو يقرب من اللعيبه بشكل سريع جدا، ودي حاجه اتحسب له بصراحه، لان الراجل برده يعني في لعيبه زي ما كابتن عادل قال، كان في لعيبه برده ما كانتش في مستواها وكان عندها مشاكل ان هي كانت بتلعب زي قفشه ما كانش بيلعب مش في مكانه، فالراجل قدر ان هو يقعد معاه اول ما جه وقعد معاه واتكلم معاه، لان قفشه لعب، كلنا عارفين ان قفشه لعب مهم جدا في النادي الاهلي، وده بان في كمان في المباراه الاخيره بتاعه الوداد، ان قفشه طول ما قفشه فايق هتلاقي النادي الاهلي فايق، لان هو محور اللعب ومحور التمركز بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو الراجل هو ده اللي بينقل الحاله من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه للنادي الاهلي، وده كان باين قوي على قفشه المباراه اللي فاتت، وقد ايه ان هو كان مؤثر جدا. تاني حاجه، الراجل قدر ان هو تهيئه اللاعبين للمباراه دي برده كانت حاجه مميزه جدا بالنسبه للراجل، ان هو قدر يشيل الضغوطات كلها اللي كانت على اللعيبه، لان انت اللعيبه برده السيمي فاينال بتلعب مع الوداد وبره ملعبه، ونادي الوداد يعني نادي كبير ولسه برده كان بينافس لحد اخر وقت على بطوله الدوري العام المغربي، فالراجل قدر ان هو يشيل حاله الخوف او حاله القلق عند اللعيبه، وازاي ان هو خلاهم ينزلوا الماتش
يعني بدون اي تاثير سلبي على اللعيبه، وده كان واضح جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بدايه المباراه كمان. يعني بدايه المباراه كمان النادي الاهلي لما نزل كلنا كنا بنتكلم على حته الضغط، ان الراجل ممكن يضغط من قدام ولا لا، والراجل فعلا فاجئنا بشخصيه النادي الاهلي في التوقيت ده، ان انت بتلعب سيمي فاينل في 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 بطوله زي كبيره زي دي وتلعب ضاغط من اول مباراه، فدي حاجه تتحسب للراجل بصراحه، لان مفيش حد في العالم تقريبا بينزل في اول ربع ساعه. حتى كلنا اتكلمنا قلنا لا، الراجل هياخد اول ربع ساعه لحد ما يخش في اجواء المباراه ويشوف اللعيبه حالتها ايه ويشوف الوداد بيلعب ازاي وطريقه لعبه ازاي وبيعتمد على مين، وبعد كده يقدر ان هو يشتغل. فالراجل بصراحه فاجئنا، مش في كره واحده، مش في كره قفشه. يعني قفشه ممكن هي جايه غلطه من مدافع الوداد يحيى جبران، لكن برضو لا، حصل كذا مره، لان يعني لان قفشه انا 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 يعني كنت ملاحظ قفشه وركزت معاه كتير في المباراه، الراجل كان بيسبق مروان في اوقات كتير جدا. يعني مروان كان بيبقى تحته وهو اللي بيبقى هو اللي بيكمل معاه وساعات بيسبقه بالظبط، فكان بيسبق مروان دايما. فدي اكيد تعليمات، مفيش لعيب هيعمل بالظبط، مش هيعمل التعليمات دي او مش هيروح يضغط لوحده من غير ما يكون المدرب قايله. فدي حاجه تتحسب للراجل بصراحه. ثالث حاجه الروح يا كابتن ايمن، ودي برده اتكلمنا فيها، قلنا روح النادي الاهلي وشخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي لازم تبقى موجوده في المباريات الحاسمه اللي زي دي، وده بان برده بالظبط، وده بان بالفعل في المباراه طول المباراه، مش وقت معين الشوط الاول او جزء من الشوط الاول، لا طول المباراه بصراحه. واللعيبه حاله اللعيبه كلها، يعني احنا لو جينا نقيم اللعيبه كل واحد لوحده هنلاقي اللعيبه كلها مفيش حد تحت 50%، كلهم ما شاء الله كلهم واقفين على رجليهم كويس قوي. الراجل باين ان في شغل بدني بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، وده واضح عكس نادي الوداد. نادي الوداد تقريبا من بعد الشوط الاول بدا ينهاره، مفيش تماسك، مفيش انتظام في الاماكن، فده بان فعلا هي دي اللي انا بتكلم فيها، حته شخصيه البطل وروح النادي الاهلي. انت عاوز ايه من المباراه؟ وحاله اللعيبه طبعا زي ما الكباتن كلهم اتكلموا، حاله اللعيبه دايما مهمه جدا، وحاله اللعيبه في يوم المباراه دي مهمه جدا جدا جدا، وده الراجل قدر يشتغل عليه بالعامل النفسي وبتهيئه اللاعبين للمباراه. الحاجات دي كلها لو جينا نجمعها هتلاقي هي دي، انا شايف ان دي اول حاجه الراجل قدر يشتغل عليها، وهي دي الحاجه الوحيده اللي قدرت ان هي تخليك تكسب مباراه زي دي. فتهيئه اللاعبين والعامل النفسي الراجل بصراحه، حتى النهارده كابتن ايمن انا لاحظت النهارده الراجل موسيماني عامل تصريح قال لك ان احنا وارد جدا ان نادي الوداد ممكن يجيب جونين او ممكن يجيب ثلاث اهداف، ده وارد في الكوره، مفيش حاجه اسمها ان انت نازل كسبان اثنين. طبعا انا شفت حضرتك في الانترو بتتكلم وبتقول ان احنا النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ولازم ان انت كسبان 2-0، فده طبيعي ان انت تبقى عندك ثقه، دي حاجه كويسه طبعا. جدا وكلام جميل جدا جدا جدا، لكن الراجل برده بيشتغل على نفس الاسلوب اللي هو برده بيتعامل بيه اللي هو العامل النفسي. برده مش عايز يوصل للاعيبته ان هو خلاص المباراه انتهت، ان انت كده خلاص المباراه، لا احنا لسه في شوط تاني مزبوط. ولسه في مباراه 90 دقيقه نقدر ان ممكن الوداد يعمل زي ما النادي الاهلي عمل ان شاء الله. لا فاكيد لا طبعا ان شاء الله يعني باذن الله. فكلنا دعواتنا النهارده ان شاء الله نشوفه يا رب باذن الله. احنا طبعا معانا التشكيل، هنرجع نتكلم في التشكيل مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم على تشكيل نادي الاهلي اللي احنا قلناه الشناوي ومحمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، احمد فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، حسين الشحات، اجاييه، محمد مجدي قفشه، ومروان محسن. كابتن علاء، طبعا برضو انا يعني بتكلم بنبره تفاؤل، ولكن انا عارف في الماتشات اللي زي ديت الحذر مطلوب والتركيز مطلوب واحترام الخصم مطلوب، ودي كلها سمات في شخصيه لعيب النادي الاهلي كويس. هل مستر موسيماني هو التشكيل جاي لنا 4-4-1-1، بس كنا بنتكلم في الفاصل، فاحنا كنا بنتكلم ان التشكيل دوت او بالطريقه ديت، يعني احنا بنتكلم على الجانب الدفاعي، انما الجانب الهجومي بيبقى غير كده خالص. هل مستر موسيماني هيبدا زي ما بدا ماتش الوداد في المغرب؟ مفيش اي تغيير خالص غير احمد فتحي بس مكان معلول. ده بالنسبه للتشكيل. للافراد لكن الطريقه هي نفس الكلام. سيبك من مكان مجدي اللي هو مكتوب تحت مروان. هو المباراه اللي فاتت لعب كده على فكره، مظبوط، مجدي ما كانش بيلعب في قلب نص الملعب، صح، وكتير قوي جبنا لقطات كان دايما بيبقى ضاغط مع مروان، بيلعب راس حربه تحت مروان. كنا في الاستوديو هنا دايما كتير قوي انا بتناقش فيه اثنين راس حربه شبه بعض، وفي راس حربه وفي واحد تحته متحرك لو بعملها محمد مجدي، وبعملها كويس جدا. محمد مجدي ما بيحبش التزام في مكان يا ايمن، بيحب يبقى دايما يتحرك في نص الملعب زي ما هو شايف، ودي مستر موسيماني اداله ثقه فيها. عشان كده زي ما كان عادل بيتكلم دلوقتي على محمد مجدي بيلعب عنده ثقه في نفسه كويس قوي، ثقه المدير الفني فيه كبيره جدا، فهو بيلعب بارتياحيه، عايز يلعب
كويس. مبسوط مبسوط بالشغل او الطريقه الجديده او الاماكن الجديده اللي بتحرك فيها. قول كويس. لا لا انا كنت هجيب لك ارقام محمد مجدي اللي انت الماتش اللي فات ما لحقناش نتكلم عليه بعد لكن الماتش. لكن هو سيبك من الشكل المرسوم ماشي، لكن هو ما باجي دافع هيبقى مروان وراه محمد مجدي والاربعه اللي في نص الملعب زي المباراه السابقه بالظبط. كنا بنتكلم في صراحه متخوفين من الشحات واجياء ما التزموش، وكانت الاطراف بتاع الوداد هي اللي عندها الاماكن الخطر وكده، لكن بقول لك المباراه دي ما فيهاش حاجه ما التزمش ايمن. قبل النهائي في 10 لعيبه بحارس مرمى ملتزمين دفاعيا وهجوميا. فعشان كده الراجل مستر موسيماني ما غيرش في طريقته. لكن هو التزام بكل خط، عشان كده مفيش مشكله انك تلعب بالطريقه دي في المغرب، ما عنديش مشكله خالص. بالعكس هو فاجئ فريق الوداد وضغط وجاب جول والتاني، والشكل كان ممتع جدا لان كل لعيب ايمن عارف وجباته دفاعيا وهجوميا. محمد مجدي اللاعب الكره الوحيد في الملعب في لعيبه النادي الاهلي عنده حريه التحرك في كل حته في الملعب. ما عندوش التزام. عشان كده مجدي بيعملها ومبسوط، بيحب يلعب بالاماكن دي، دايما بيحب يبقى شايف الملعب، دايما بيحب يروح على الفراغات، دايما هو هتلاقيه ورا مروان محسن على طول، ما عندوش مشكله. وفي اوقات ممكن تلاقيه سبق مروان، وفي اوقات ممكن تلاقيه ضاغطين هو مروان. هي دي فلسفه. انت عارف ان هو عامل 44 تمريره صحيحه من 52 تمريره، معدل منهم 35 في نص ملعب الخصم، معدل هايل قدام ال 18. ما عشان كده انت مديله حريه ايمن. هو كل مدير فني لما بيجي بيكتشف مميزات لعيبته. الميزه دي كانت عند محمد مجدي مش موجوده، عشان الطريقه كانت نفسها مش مناسبه. أيوة. ان محمد مجدي كنا دايما بتناقش هنا، وكان عادي بيتكلم محمد مجدي مش موعد اللعيبه اللي تلعبوا على جنب طرف. استحاله صح، ولا مش ناخد منه حاجه خالص. صحيح. لكن هو بيحب مساحات، بيحب دايما يبقى شايف الملعب، عنده تزيزه كويسه، عنده تمريرات حساسه جدا، غير اجاييه، غير حسين الشحات، التزام. هي بص يا كابتن، دي تحركات قفش، دي تحركات محمد مجدي. بص يا ايمن، هو اكتر واحد هتلاقيه يتحرك في لعيبه النادي الاهلي، خصوصا في الثلث الثاني. صحيح. كمان صحيح. لان هي دي الحته اللي متميز فيها محمد مجدي. محمد مجدي ما تلتزموش بطرف من الاطراف او لازم لا، سيب محمد مجدي في الملعب هو اللي يخلي بيعمل الحته الجماليه في الشغل، لكن كل واحد بعد كده في سولاو ديانج مجهول، يعني الواجبات بتاعتهم مهمه جدا، هم بيدوا الامان، هم بيامنوا اجايب، بيامنوا حسين الشحات، محمد مجدي، هم اللي بيامنوا. عشان كده كل لعيب فريق النادي الاهلي ليه مهمه وليه وظيفه. عشان كده بتلاقي الشكل العام كله هي كره لعبه جماعيه. صحيح. كل واحد بيعمل الشغل المطلوب منه دفاعيا وهجوميا، بتلاقي الشكل اللي هو الشكل الحلو بتاع لعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. افراد تلاقي الافراد كلها كل واحد متفوق على نفسه. في الاخر تجمع الافراد دي يطلع شكل التيم او شكل الفريق كله ممتاز. ممتاز من الناحيه الدفاعيه والهجوميه. عشان كده اداء النادي الاهلي كان مقنع جدا في الوداد، ما عندوش مشكله، تحس النادي الاهلي كان بيلعب في استاد القاهره. كويس. دي حاجه يستفاد منها النادي الاهلي النهارده. بالنسبه لنبره التفاؤل وفي على الجانب الاخر نبره الناس تقول لك لا لازم نخاف ودي كوره، ماشي دي كوره طبعا، دي حاجه مفروغ منها. لكن مستر موسيماني قال كلمه حلوه قوي، قال لك احنا ما فزناش بحاجه لسه ولازم نقاتل على اساس نكسب النهارده. بص يا ايمن، خد التصريح ده وتروح عامل نقطه كده وما تتكلمش. تعرف اداء لعيبتك ايه؟ دايما خد الاداء لعيبتك من تصريحات المدير الفني. ده المدير الفني بيتكلم كده، فهو متخيل ما بيتكلم مع لعيبته ازاي. هو ده الاحساس او ده التفكير اللي هينزل لعيبه النادي الاهلي. لسه ما كسبناش حاجه، لازم نقاتل. هتلاقي ضغط، هتلاقي ما فيش مساحات، هتلاقي بيحاول يدور على جول بسرعه والتاني والتالت، ويخلي الشكل مقنع جدا ان هو مباراه الوداد دي حاجه مش طفره. لا، ده هو ده النادي الاهلي، وهو ده اداء النادي الاهلي، وده التفكير بتاع لعيبه النادي الاهلي. عشان كده بقول لك انا عن نفسي مش ما فيش قلق، يعني مش قلقان ومش هدي فريق الوداد حقه، لكن على الجانب الاخر التفكير نفسه ما فيش فيه مشكله. ايوه، ده تشكيل النادي الاهلي، يعني ده اللي هو ده الرسم نفسه. ايوه، ده الرسم نفسه. أيوة. واحد واحد، أربعة 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 أربعة، مجدي ومروان. لكن مزبوط. هي دي الشكل نفسه. لكن لما تيجي تدافع أيمن الموضوع بيختلف. لما تيجي تهاجم طبعا هتلاقي الشحات، وهتلاقي جايه، وهتلاقي على الجانب الآخر هتلاقي محمد هاني. مزبوط. ممكن هتلاقي أحمد فتحي. ده بس الشكل نفسه أو شكل لعيبة النادي الأهلي هتقابل إزاي. أيوة. لعيبة الوداد المغربي. وهتلاقي بقول لك أنا هتلاقي النهارده من أول مباراة لو البدايه مع الوداد المغربي وحاول يحضر، هتلاقي مروان وهتلاقي مجدي، هتلاقي مساحات قليله قوي، هتلاقي ان كل لعيبه النادي قريبه قوي، المساحات قليله، عايز يقطع الكوره بيحافظ عليها كويس قوي، ودايما هتلاقي النادي الاهلي هو الفاعل مش رد الفعل. ايوه،
كابتن اسامه، طبعا زي ما قال الكابتن علاء، هو النادي الاهلي دايما بيبقى هو الفاعل مش رد الفعل، ولكن ماتش النهارده تختلف حساباته بالنسبه للمديرين الفنيين. احنا النادي الاهلي كسبان 2-0، نادي الوداد المغربي جاي يعوض. ايه وجه الاختلاف بين المديرين الفنيين النهارده؟ النادي الاهلي بالعكس مدياله قوه وثقه اكتر. موضوع انك انت تكسب بره ملعبك 2-0، احنا ايمن وانت تعلم وكلنا لعبنا في افريقيا كتير وعارفين، احنا لما كنا بنلعب فرق كبيره بره ونعمل نتيجه ايجابيه تعادل مثلا، او حتى لا قدر الله كنا بنخسر 1، كنا باجيين منتشيين جدا وعندنا احساس غير طبيعي ان احنا هنكسب. فما بالك انت كسبان 2-0، فالتخوف اللي عند الناس او عند الجهاز منطقي من الحسابات اللي هي المباراه لسه مباراه 90 دقيقه تاني، يعني لسه جزء تاني. ولكن فعليا احنا كلاعيبه كوره لا، النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في نفسه بعد مكسب 2-0. النادي الاهلي اقرب كتير جدا للمباراه ان شاء الله النهائيه. احنا بنتكلم واللعيبه خلاص مثلا ما حدش سامعنا، ناقص نص ساعه ولا ساعه على ساعه على المباراه. الاهلي فرصته تعدي 90%. الكلام ده لما انا كمدير فني اوصله للعيبه ان اقول لهم ان الموضوع انتهى وانه ما تبذلوش جهد، لكن ده مش هيحصل. مفيش مدير فني مفيش حد هيقول كده. ما هو ده اللي بقوله لك، ما حدش هيقول كده. فاللعيبه عارفه قيمه المباراه وعارفه ان هي هتعمل حسابها ان هي اكن المباراه الاولى انتهت تعادل ولسه في مباراه ثانيه، لكن ال 2-0 تدينا ثقه في نفسنا جدا. عشان كده انا بقول انه في ناس بتقول انه مستر موسيماني يلعب متحفظ ليه؟ بالعكس، لازم يلعب بطبيعته. لما ساعه الهجوم لازم يبقى في كثافه في الهجوم وزياده عدديه من حسين الشحات، من قفشه، من اجاييه، من واحد من عمرو السوليه واليو ديانج زي ما بيحصل مع مروان. يعني بيبقوا على ال 18 خارج سواء ديانج او السوليه، ودخول مع من جونيور اجاييه والشحات، طلوع واحد من فتحي او وهاني. يعني لازم يبقى في تهديد قوي لمرمى الوداد، لانك انت جبت جون الموضوع بالنسبه لهم قتل. يعني احنا شفنا لما جبنا جون في اول 3 دقايق هناك هم نفسيا منهارين، فما بالك لو جه فيهم جون هنا. فشكل الطريقه لما بتتقال 4-4-1-1 هي ايمن 4-2-3-1. يعني المسميات سيبك من المسميات، شكل الطريقه واضح ان في ثلاثي خلف مروان اللي هو جونيور اجاييه وقفشه وحسين الشحات. ودي كانت مختلفه شويه في الفتره بتاعت فايلر في الفتره الاخيره قبل ما يمشي. يعني فايلر ابتدى كده في الدور الاولاني، والنادي الاهلي بقى له 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين بنلعب بنفس الطريقه اللي هي 4-2-3-1 مع حسام البدري، مع مارتينيول، مع كل الناس اللي اشتغلت في الفتره الاخيره، لاسارتي. لكن اللي كان غير شويه هو كان فايلر في الدور الثاني مش الدور الاولاني. كان بيودي قفشه ناحيه الجناح، واحنا كلنا متفقين انه قفشه ما تقعدش تخليه يرجع 50 و60 متر لورا ويقفل مع هاني او فتحي ويطلع تاني عشان يطلع لقدام، مش طبيعته قفشه. ويمكن انت لو ترجع للاستوديو اللي فات اللي كان قبل المباراه انا قلت لك قفشه مهم انه يلعب هناك عشان الاستحواذ. لان نص ملعبهم بيلعب بواحد ارتكاز بس، وايمن الحسوني ووليد الكارتي اساسا لعيبه تحت راس الحرب. مظبوط. فنص ملعب فاضي، ما انا قلت لك انه المفروض يلعب قفشه، فهو رجع قفشه للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو تحت المهاجم، وشفنا تاثيره في المباراه اللي فاتت. عنده الاستلام والتسليم حلو جدا، من اكتر لعيبه النادي الاهلي عندها استلام وتسليم كويس. بيعرف يعمل تمريرات بينيه كويس. عنده ثقه، ما بيخافش من الاستلام. يعني في لعيبه في الماتشات تخاف وتستخبى، قفشه لا، بيظهر لكل واحد عشان يستلم. تلاقيه مع قريب لديانج، قريب للسوليه، قريب للشحات، قريب لجونيور اجاييه، قريب لمروان. فلعب بالشكل الطبيعي. بالنسبه لجاموندي، احنا قلنا انه هناك عنده مشاكل كبيره في خط ظهره، وكنا متوقعين انه يلعب باتنين ارتكاز. الغريب جدا ان هو ما عملش حساب ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا واكتر نادي واخد بطولات، لعب بواحد بس ارتكاز، وكمان زي ما كلنا متفقين سنه كبير.
ثانيا كان بقاله حوالي 4-5 ماتشات في الدوري ما بيلعبش، كان بيلعب يحيى جبران، هو لاعب ابراهيم النقاش وقدامه ايمن الحسوني ووليد الكارتي، ودول اساسا وسط مهاجم يعني يعني ما عندهمش قدرات دفاعيه كبيره موجودة. ففي نص الملعب كان مفتوح فتحه كبيره جدا، كان في حريه للاستحواذ للنادي الاهلي من قفشه ومن ديانج والسوليه وحمدي فتحي لما نزل والشحات وجونو اجيك، كان في يعني النادي الاهلي يكاد يكون بيتمشى في وسط ملعب. صحيح. انا اتصور رغم ان هو مغلوب 2-0 انه هنا ممكن يراعي دي، ممكن يلاعب يحيى جبران، هيلاعب شيكو مره طبعا جنب ابراهيم نجم الدين، مش هيلاعب يحيى جبران تاني في الخلف، اعتقد يحيى جبران هيتقدم قدامه يعني. وممكن جدا رغم ان هو مغلوب 2-0 يلاعب ابراهيم النقاش جنبه ويستغنى عن واحد ويخلي ثلاثه بس تحت الفيرود، يعني يلعب باثنين ارتكاز مثلا يحيى جبران وابراهيم النقاش، ويلعب ببديع اوك اللي هو الجناح اليمين واسماعيل حداد جناح شمال، وليد الكارتي هو اللي يبقى تحت مجبي او كاسيدي كاسونجو او حتى ايمن الحسوني او ايمن الحسوني، ممكن جدا لعب باثنين ارتكاز ويبقى في تحفظ شويه. يمكن في ناس تقول لك بص يا كابتن اسامه احنا بمناسبه كلامك احنا معانا مقارنه بين يحيى جبران واليو ديانج الماتش اللي فات والماتشات اللي قبل كده، يمكن اليو ديانج لعب 11 مباراه، يحيى لعب 10، اليو ديانج جاب جول وده جاب جول، فرص على المرمى 1-2 1-2 2 زي بعض، تمريرات صحيحه 511 من 590 واليو ديانج 401 من 460. فممكن جدا في تفكير مدرب، بس انا طبعا انا بقول لك خلي بالك يحيى جبران ده في مكانه الاصلي اصلا ملعب. أيوه هو اصلا ملعب مدرب. أيوه بالظبط. هو لما الصعيدي اتصاب قبل الماتش بالكورونا رجعه هو قلب دفاع. مظبوط. فانا اتصور ان ممكن جدا لو انا اللي ماسك مباراه زي دي والاهلي كسبان 2-0 ما جازفش من بدري قوي، لان جازفت من بدري قوي ممكن يجي فيا جون يبقى الموضوع اتقتل. فانا اتصور ان ممكن يلعب باثنين ارتكاز ويبقى بيهاجم في هجمات مرتده، بيركز قوي في الضربات الثابته، هيجازف في التلت ساعه او ال 25 دقيقه الاخيره اللي هي بقى يعني تكون فيها مجازفه ان خرجت او دخلت، او ده يعني ده لو النتيجه فضلت مثلا 0-0. انا بتكلم على كده. فاتصور ان ممكن يلعب باثنين ويلعب ثلاثه، قلت لك بدل ما كان بيلعب بواحد واربعه قدامه، هو كان الماتش اللي فات بيلعب بابراهيم النقاش ووليد الكارت يمينه وايمن الحسوني شماله وبديع اوك ناحيه اليمين قدام عبد اللطيف نصير، وكان اسماعيل حداد قدام يحيى عطا الله بعد كده بدر كدارين، وكان بيلعب مجبي قدام. ممكن المره دي يستغنى عن واحد من دولت ويلعب باثنين ارتكاز ويهدى شويه ويبقى عنده صبر. ده انا اتصور كده. ممكن تاني واحد تاني يجازف ويقول لك انا كده كده خسران، بس انا اعتقد من البدايه تبقى صعب. تبقى صعب ليه. عموما هنكمل البدلاء تشكيل النادي الاهلي معانا، هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، محمود وحيد، حمدي فتحي، وليد سليمان، احمد الشيخ، اليو باجي، ومحمود كهربا. علي لطفي، محمود وحيد، حمدي فتحي، وليد سليمان، احمد الشيخ، اليو باجي، محمود كهربا. كابتن عادل، ايه اللي يختلف النهارده في مباراه الاياب عن مباراه الذهاب بالنسبه للفرقتين؟ بالنسبه للوداد، الوداد اكيد هيرجع يعني للاساس، لما تكون الدنيا بتلعب معاك بترجع للحاجات الاساس اللي موجوده عندك، المدافعين مكانهم، لعيبه نص ملعب في مكانها، اعتقد ده هو اللي هيبقى فيه تغيير. كمان راس الحرب اعتقد كزادي كاسينجو ممكن يبقى هو اللي موجود النهارده. هو كان في تصريح للمدير الفني وقال ان هو هيبدا بشيخ كومارو اللي هو نزل الشوط الثاني الماتش اللي فات، هيلعب مكانه ورا في قلب الدفاع، وهيلعب كاسينجو بدل راس الحربه اللي هو ما عملش حاجه. دي الحاجات دي الحاجات اللي هو اخطا فيها المباراه اللي فاتت، فهيرجع هيرجع يعني للحاجات الاساسيه. النادي الاهلي اعتقد في النهارده لقطه يعني غصب عنه وخساره للعيب كبير في الفرقه، ولكن ممكن تيجي بالايجاب ليك. كويس. انت بتتكلم على علي معلول؟ علي معلول. علي معلول يعني انا شايفه نجم الشباك الاول في النادي الاهلي واهم عنصر من عناصر الهجوميه. صح. وطبعا احنا متعودين ان لازم يكون في باك من باكات النادي الاهلي بيهاجم بشكل كويس، ولكن ما كانش طول عمر النادي الاهلي النجم بتاعه رقم واحد هو الباك الشمال بتاعه. ودي حاجه يعني حاجه كويسه وحاجه يعني ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، ولكن احنا بنتكلم في الجانب الايجابي. علي معلول لعيب كبير ونجم من نجوم النادي الاهلي، وانا واصابته مش هقول متوقعه ولكن طبيعيه، لان انت
لعب مباريات هنا وبعد كده سافر يلعب مع منتخب بلاده راح تونس وبعد كده طلع من تونس على المغرب. فرحلات كلها شاقه، رحلات شاقه، وان هو على طول دماغه شغاله، كان موجود مباراتين مع المنتخب، لعب مباراه والمباراه الثانيه اخذ منها جزء صغير، يعني حاجات يعني وارد، كان يعني كان الطبيعي ان علي يبقى ممكن يحصل له اصابه وده شيء طبيعي جدا، وانا كنت متخوف ان علي ما يلعبش المباراه الاولى، والحمد لله لعبها وطلعنا بنتيجه ايجابيه بهدفين. ولكن ده كان متوقع ان برده اللعيب المدافع الحريف ولما بيدخل برده في مرحله الاجهاد زيه زي لعيبه المهاجمين الحريفه واللي هم بيلعبوا كتير، فدي برده جزء يعني نتمنى ان احنا نراعيه بعد كده، ولكن هو غصب عن الجميع. وجود احمد فتحي، انا شايف وجود احمد فتحي مش حاجه جديده، لان انت المباراتين اللي لعبتهم قبل مباراه الوداد كنت احمد فتحي موجود فيهم ناحيه الشمال، كانت اعتقد مباراه بيراميدز ومباراه الامبي، اعتقد فتحي لعب الاخر مباراه بيراميدز فتحي كان موجود فيها ناحيه الشمال وادى فيها بشكل كويس جدا وعمل شكل كويس واداك مردود كويس لما الاهلي لعب ناقص فتره طويله، لعب شوط وشويه ناقص وفتحي كان موجود معاك عمل لك تنظيم جيد جدا. بص يا كابتن عادل، بدون قطع كلامك، احنا معانا مقارنه بين علي معلول ويحيى عطيه الله اللي هم الظاهرين الشمال للنادي الاهلي، والاثنين قرب يلعبوا والاثنين انت يعني مقارنه ظالمه جدا. ايوه ما ينفعش تدخل علي معلول دلوقتي في اي مقارنه مع اي حد، ورقيه رقميه اي حاجه مع اي حد دلوقتي، ان علي معلول موجود في اكبر فريق في افريقيا، نجم اكبر فريق في افريقيا، ودي حاجه مش حاجه قليله انك تجيب لعيب محترف مدافع يبقى هو نجم الشباك بتاعك 3 4 سنين متتاليه صح، وبيأدي بشكل كويس جدا. فبصراحه اي حد هيتقارن مع علي معلول مقارنه ظالمه تماما. أي. ارقام بقى فعاليه اي حاجه، لا هو مقارنه ظالمه تماما. اكيد هنفتقد علي معلول النهارده، ولكن الحمد لله ان احنا افتقدناه واحنا عندنا افضليه في النتيجه، ان انت كسبان في مباراه الذهاب 2-0 فمش محتاجه قوي النهارده يعني. طبعا علي معلول ما ينفعش استغنى عنه، ولكن ظروف المباراه يعني سنحت ان فتحي هو موجود، هو اللي موجود ناحيه الشمال، ودي برده انا شايف ان هي حاجه كويسه، هتدي حريه اكتر لاجايين انه يلعب، هتدي حريه اكتر لاجايين ان هو يشتغل حاجات فرديه كتير، ودي حاجه برده حاجه مش وحشه، حاجه ايجابيه برده النادي الاهلي. هتديك برضو افضليه انك على طول طول الوقت ان في حد موجود واقف فتحي، حتى لو فتحي تقدم، وفتحي خد بالك لما بيلعب على عدلته اللي بيلعب لجوه بيعرف يشتغل بشكل كويس، بيروح وراح في مباراه بيراميدز اشتغل كويس ووصل للمرمى، المباراه اللي قبلها برضو نفس الشيء وصل للمرمى وادى بشكل كويس جدا، ما عندناش مشكله في الحته دي. فدي معطى جديد دخل عليك هو رب ضاره نافعه، فبرضو هتبقى عليه ضغط ان هو برضو عايز يسجل 3 اهداف غير لما يكون هو يسجل هدفين ويدخل معاك في مباراتين بالظبط. بس فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا، فشايف ان احنا لازم نبادر بالتهديف برضو، لان ده هيساعدك جدا جوه المباراه ان المباراه تبقى مفتوحه اكتر، هيبقى ليك انت افضليه جوه الملعب اكتر، وان شاء الله يبقى في مكسب. وبعتذر لو هو لو لا تلت. لا 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 بيتك يعني مفيش مشكله، مخبيتي انا عارف مفيش بيتك ما بصدق تمسك الحاجات دي. كابتن هاني، يمكن الكابتن اسامه والكابتن عادل اتفقوا، وكابتن علاء برضو اتفقوا ان مستر موسيماني او النادي الاهلي النهارده هيلعب ضاغط برضو من قدام، خصوصا الماتش في ملعبنا، وهو الراجل اصلا الماتش اللي فات بره ملعبه فاجئ الجميع، فهم اتفقوا ان النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب، اسلوب ضاغط من قدام. نادي الوداد يلعب ازاي؟ نادي الوداد يا كابتن هقول لك حاجه، نادي الوداد النهارده جاي، احنا معناش تشكيله لسه ما فيش تشكيله بس هو تغالبا لان هو يعني القايمه برضو بتاعته ناقص برضو ناس كتيره، 18 لعيب بالظبط وما جايين 18 بالظبط، فهو برضو مجبر ان هو الناس اللي موجوده معاه دي ان هو يعمل توليفه تبقى مناسبه للمباراه، وانا شايف ان الموضوع صعب يعني بصراحه، يعني صعب على نادي الوداد في ظل الظروف اللي هي موجوده عندهم وفي ظل الغيابات وفي ظل كمان النتيجه كمان بتاعه النادي الاهلي دي، يعني حطت ضغط كبير جدا على الراجل المدير الفني وعلى النادي بشكل كبير. لكن انا عايز اسالك في النقطه دي، تمام، الضغط دلوقتي على النادي الاهلي ولا على فرقه الوداد؟ الضغط الاكبر، لا الاكبر على الوداد طبعا طبعا، يعني عارف بيه كوره يعني انا براء. الحمد لله انا براء. طبعا عندك شكوى ليه ده؟ لا انا لما قلت ان احنا 99.9 في الفاينل ان شاء الله، الناس ان شاء الله طبعا باذن الله مفيش حاجه 100% في الكوره طبعا، ولكن الناس قاعده تقول لك ازاي حاجه واضحه يعني ايمن، الضغط زي ما هي بيتكلم ضغط على جهه الوداد يعني طبعا، يعني مش محتاجه اي نوع. بس عارف كمان انا عايز اتكلم في النقطه دي، الناس متخوفه من ايه؟ ان انت بقالك فتره كبيره البطوله غايبه عنك تمام، وبقالك 3 سنين بتوصل فاينل وبتخسر،
بتخسر بقى وبعوامل كتير جدا كانت بتحصل من ضمنها التحكيم ومن ضمنها حاجات كتير جدا كانت بتحصل. فالناس مش عايزه ان هي توصل للطمانينه الزايده وبعد كده لا قدر الله يحصل حاجه فعارف ان كل ده يروح هباء يعني فاهم. فهي الناس بس مش عايزه تطمن نفسها زياده عن اللزوم فعشان كده يقول لك ايه يا جماعه لا احنا لازم نحط برضو السيء يا كابتن علاء عشان لو حصل حاجه قدر الله ما نتفاجئش. فطبعا لكن احنا كاستوديو كطبعا يعني كناس كبيره وناس خبرات يعني احنا بنتكلم يا جماعه في واقع ان انت كسبان 2-0 وكسبان فرقه مع احترام النادي الوداد برضو نادي الوداد مش يعني مش عايز اتكلم اقول حاجه يعني مش تقلل من نادي الوداد لكن في فرق كبير بشوفناه الماتش اللي فات بين النادي الاهلي ونادي الوداد. النادي الاهلي خارج واخد بطوله الدوري العام وواصل في 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 في, في كاس مصر الادوار يعني دور ال 16 ومكمل والراجل برده مع تغيير مدرب وكل حاجه لكن النادي الاهلي واقف على رجله يا كابتن ايمن. والراجل يعني الراجل اللي جاي ما حسيناش ان في تغيير يعني وحس ان احنا في تغيير بس تغيير للافضل مش تغيير للاسوء. لكن يا كابتن عايز اتكلم النهارده في كام نقطه. النهارده النادي الاهلي اللي ميز النادي الاهلي الماتش اللي فات الهدوء يا كابتن ايمن والتركيز والتنظيم ثلاث حاجات دول من الحاجات اللي ساعدت النادي الاهلي ان هو يفضل شكله كويس طول المباراه اعتقد والهدف المبكر كمان يعني بالظبط طبعا ده 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 اساسي ده حاجه اساسيه طبعا لان الهدف هناك وفي الوقت ده في التوقيت ده ده مهم جدا. ثاني حاجه كابتن ايمن قفل مفاتيح اللعب بتاعت نادي الوداد المباراه اللي فاتت دي برضو ريحت علينا المباراه بشكل كبير جدا. انت بتتكلم برضو عندك اسماعيل حداد ده لعيب يعني خطير جدا انا يعني اتفرجت عليه كتير لعيب ما شاء الله عليه هايل لكن الماتش اللي فات تحس ان هو واحد تاني خالص يعني واحد تاني مش هو لوحده على فكره مش هو لوحده. عندك برضو وليد الكارتي يعني تقريبا انا ما شفتوش في الماتش خالص. عندك برضو بديع اوك يعني اللعيبه يعني احنا كاسونجو بس هو اللي لما نزل يعني حسينا بشويه ان هو لعيب كويس وان هو يعني بس خلي بالك كمان انا هقول لك حاجه على كاسينجو وكاسينجو بيجري كده يعني الماتش اللي فات عشوائي تحس انه بيجري عشوائي. انت عارف ان كاسينجو لمس 12 كوره ال 12 كوره اتقطعوا في 17 دقيقه انت متواضع كويس ده حاجه معدل كويس لينا معدل كويس بجد حاجه مفرحه والله بتكلم ده. بص يا كابتن هو التوقيت برده اللي نازل فيه وانت راجل خسران في ملعبك 2-0 فاكيد هتنزل عليك ضغط كبير جدا بتاع يعني في ناس ما بيبقاش عندها الخبره فتلاقيه بينزل عارف اللي هو عايز يجري وخلاص في اي مكان يعني عارف اللي هو ايه مش عارف يروح فين ولا يجي منين. وبرده عايزين ندي النادي الاهلي حقه خط الظهر يعني خط الظهر كان فيه تركيز كبير جدا 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 من ايمن وياسر ومحمد هاني الشوط الثاني بالذات مش الشوط الاول وعلي معلول بصراحه يعني التمركز بتاع اللعيبه المباراه دي والتنظيم والهدوء اللي كانوا بيلعبوا بيه بصراحه دي كانت حاجه تتحسب لهم. بص دي ارقام كاسينجو لعب 17 دقيقه محاولات على المرمى زيرو صناعه فرص زيرو الحاجه الوحيده ان هو لعب 17 دقيقه ما فيش حاجه بس خلي بالك ده مش بقى يعني ده معذور هو في وقت لكن هو لعيب كويس كابتن على فكره الفرقه بره الجيم طبعا كابتن هو لعيب كويس على فكره. بص تمريرات صحيحه زيرو من 12 تصويب على المرمى زيرو مراوغات صحيحه وخلي بالك هو كمان كان جاي عشان هاني يكمل كان جاي قبل المباراه بيومين او ثلاثه لان هو كان ونازل في ظروف صعبه كل الامور دي اثرت برضه لكن هو لعيب كويس يا كابتن على فكره هو لعيب كويس والارقام بتاعته في الدوري بتقول ان هو لعيب كويس جدا على فكره ومهم يعني مهم في التشكيل وعشان كده اتاثر بغياب النادي الوداد اتاثر بغيابه في المباراه اللي فاتت. النادي الاهلي التشكيل بتاعه نفس التشكيل باستثناء طبعا علي معلول الاصابه واحمد فتحي اللي موجود انا شايف ان الراجل خلاص يعني هو ده السكواد بتاعه اللي هيشتغل بيه وهو ده التشكيل الاساسي اللي هيشتغل بيه الفتره اللي جايه. وطبعا احنا كلنا مقتنعين ان التشكيل ده انسب تشكيل مع رجوع كهربا ان شاء الله الراجل هيقدر ان هو يوظفه كويس ممكن على حساب الشحات. الشحات برضو يعني الشحات الماتش اللي فات شغل تكتيك وتنظيم وكل حاجه كويس لكن الشحات عنده احسن من كده. الشحات احنا كلنا عارفين ان هو لعيب كويس وامكانياته كبيره جدا والناس كانت كلها منتظره ان هو المباراه اللي فاتت يبقى بشكل احسن. اتوقع ان الشحات في المباريات الحاسمه بيبقى يعني بيبقى اقوى من كده وبيبقى احسن من كده. اتوقع النهارده باذن الله يعني يكون في حالته باذن الله لان حسين الشحات من العناصر اللي احنا بنعتمد عليها زيه زي قفشه زي مروان زي اجاي فان شاء الله باذن الله التوفيق النهارده للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن تشكيل فريق الوداد ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وهنتكلم عن فرقه الوداد وتشكيل نادي الوداد. في حراس المرمى احمد رضا، ناحيه اليمين عبد اللطيف نصير، ناحيه الشمال يحيى عطيه الله هيلعب كابتن اسامه. اثنين في القلب ابراهيم نجم الدين شيخ كومار،
في النص قدامهم يحيى جبران، ناحيه اليمين وليد الكارتي، ناحيه الشمال ايمن الحسوني، ناحيه ثلاثه قدام بقى اسماعيل حداد، ناحيه الشمال بديع اوك، ناحيه اليمين وكزادي كاسينجو في القلب. كابتن علاء نقولها تاني: احمد رضا، عبد اللطيف نصير، ابراهيم نجم الدين، شيخ كمار، يحيى عطيه الله، وليد الكارتي، ايمن الحسوني في القلب، في النص يحيى جبران، ناحيه الشمال اسماعيل حداد، ناحيه اليمين بديع اوك وكزادي كاسينجو. البدلاء: ابراهيم النقاش، بدر كدريم، هيثم البهجه، حمزه السرير، زهير المترجي، جباب جومباجي، عيسى السويدي. هم 18 بالظبط اللي هم جايين بيهم. دي حقيقه. بيلعب 4 3 3 ايمن زي ما جايه كده. عمل كثافه في نص الملعب، بقوا 3 مش واحد بس، كان ارتكاز زي المباراه الاولى. عشان كده كانت الغلبه للنادي الاهلي. ادام انت استحوذت على نص الملعب عندك مشكله فريق منافس ان هو ممكن حتى يجاريك في اللعب. دايما انت في نص الملعب او كل مدير فني بيركز ازاي يستحوذ على نص الملعب. نص الملعب النهارده في فريق الوداد في زحمه، في 3. انت عايز تقول حاجه؟ لا، كنت عايز اقول لك بس في حاجه: وليد الكارتي وايمن الحسوني اثنين مهاجمين بالظبط، بيحب الهجوم وكده، لكن اللي هيثبت اللي هو يحيى جبران او ده المكان الاساسي. مظبوط. لكن في نفس الوقت ايمن مش هتلاقي في بدايه المباراه ان هم متقدمين قوي، لكن هم هيعتمدوا على هجمه مرتده او هجمه منظمه ممكن يعملوها، هيستفادوا من يحيى من ايمن الحسوني والكارتي في الحته الهجوميه مع اسماعيل حداد وبدؤك. كاسونجو زي ما كنا بنتكلم، راس حربه، وراس حربه خطير. بس انا كنت بتكلم على موضوع الاحصائيات دي، كان نازل طبعا في وقت كان صعب جدا. لكن النهارده اللي ممكن تلاقيه مش واضح قوي التقدم بتاع الاثنين الزهراء اللي هو اليمين والشمال، يحيى عطيه وعبد اللطيف، هتلاقي برده فيه ثبات شويه. مش هيجازف ايمن صح ان هو يديك مساحات. صحيح. هو يمكن ما يعني ما اعرفش، بس احنا بنقول يمكن ما رسمت الشكل التكتيكي او ادى النادي الاهلي قيمته الحقيقيه. صح. انا بتكلم على مدرب الوداد. عشان كده النهارده ممكن يكون استفاد من اخطائه، مش عايز يفتح مش حاجات كتير قوي في الملعب، مش عايز يسيب الاطراف النادي الاهلي ويتحكم فيها. كويس. مش عايز يسيب كمان اهم حاجه في الملعب كله هو نص الملعب، تحكمك في نص الملعب هو يديك الافضليه. عشان كده النهارده هتلاقي 3 في نص الملعب، في 3 قدامهم بيلعبوا فراوده. الحته الدفاعيه هتلاقي اسماعيل ده في نص الملعب، وهتلاقي بديع اوك في نص الملعب، وهتلاقي الوحيد اللي قدام كاسونجو. على اساس كاسينجو، على اساس يبقى حته الزهراء اللي احمد فتحي وهاني، المكان ده مقفول فيه زحمه، لان هو اكيد ما تقنعنيش ايمن بعد المباراه ما اتفرجش على المباراه، اكيد اتفرج وشاف الاخطاء وشاف قوه النادي الاهلي فين، وهيبدا يلعب على مفاتيح لعب النادي الاهلي، ودي حاجه صحيحه جدا ان هو ازاي يقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي ويستغل نقاط الضعف اللي هو عند النادي الاهلي، وازاي يعرف يهاجمك، هيهاجمك منين؟ هل من القلب ولا نص الملعب ولا يستغل الاطراف ولا يستغل الكور المرتده؟ هو النهارده مش هيعمل الخطا اللي عمله ان هو يفتح الملعب، ان هو يسيب لك مساحات كبيره قوي في بدايه المباراه، استحاله النهارده هتلاقيها. عشان كده احنا كلنا بنتكلم في حاجه مهمه قوي، بدايه النادي الاهلي تبقى قويه جدا. وينسى 2-0 دي خالص، وانا متاكد ان الموضوع ده اتنسى. يعني تصريحات موسيماني بتقول لي كده ان الموضوع ده اتنسى، 2-0 اتنسى في 90 دقيقه، كل التفكير وكل حاجه بيفكروا في ان هم ازاي يكسبوا النهارده المباراه. بغض النظر على 2-0 دي اتنست خلاص، هو عايز النهارده يكسب المباراه. فازاي هيقابل في النهارده في تشم في ريحه التنظيم النهارده فريق وداد. فريق وداد النهارده منظم. مع رجوع بعض الافراد في اماكنهم الطبيعيه، اعتقد الامور مش هتبقى سهله زي المباراه السابقه خالص. وانت معاك الكوره او حتى اما هم يفقدوا الكوره هتلاقي في شكل، هتبقى سهله على النادي الاهلي اكيد. هتلاقي في شكل تنظيم النهارده. عشان كده بقول لك بدايه النادي الاهلي مهم قوي. في حته الاستحواذ، في حته ان الكوره دايما تبقى معاك، في حته ازاي تخترق فريق الوداد المنظم النهارده. وافتكر الكلمه دي، مش هيبقى زي الوداد في المغرب خالص، هتبقى صعب قوي انك تلاقي المساحات وتلاقي الفراغات الكتيره قوي دي، وتلاقي نص الملعب بالمساحات الموجوده. عشان كده النهارده بقول لك 3 في نص الملعب، فيهم يحيى جبران ده هتلاقيه ثابت، هو صمام الامام في نص الملعب، في حريه تقدم وليد الكارتي وايمن الحسوني، دول اللي هتلاقيه عندهم الناحيه الهجوميه عاليه شويه النهارده. ولكن عنده مشكله في البدلاء يا كابتن. دي اكيد، ما هو عشان العدد قليل جدا. الدكة عنده ضعيفه شويه. بالظبط، ضعيفه جدا كمان، والعدد قليل جدا. عشان كده النهارده هو بيبدا بالقوه الضربه بتاعته اللي موجوده. ويشوف البدايه تبقى ماشيه ايه، واكيد بيتمنى ما فيش هتحصل اصابات، هو نفسه يكمل المباراه. اي واحد هيتاثر. لكن في حاجه كمان يا ايمن في صالح النادي الاهلي، الحته البدنيه طبعا. كل وقت ما بيعدي انت بدنيا احسن. هو عنده، هو برضه خد بالك هو عنده مشاكل في البدايه. هو النهارده قلقان
يجي في هدف بدري يبقى الامور صعبه قوي زي ما عادل بيتكلم صعبه جدا. فبيفكر في كده ويفكر في تفكير تاني، انا عايز اجيب جول في النادي الاهلي بسرعه، فانت عايز تهاجم ففي مساحات. يعني هو بص ايمن، يعني كلنا كده حطينا مكاننا في, 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 في مكان المدير الفني محطوط مشكله مشكله بجد يعني. والله يعني صح. انت ما يعني خسران اتنين صح. فانت بتدور على هدف بدري في النادي الاهلي وده صعب انك هتسيب مساحات في نفس الوقت الان تستقبل هدف لان النادي الاهلي مش هيستنى يدافع فهي حزبه ملخبطه. اتمنى ان تفك النادي الاهلي يجيب هدف بدري ان شاء الله باذن الله باذن الله. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لتشكيل فرقه الوداد وزي ما احنا شايفين هو طلع يحيى جبران حطه مكانه زي ما قال الكابتن علاء ان حاطط اثنين جنبه، ولو ان هم الاثنين دول زي ما قلت للكابتن علاء يعني دورهم الهجومي اكبر من دورهم الدفاع. ما هو ده وحط كاسينجو قدام. بص هو ما غيرش في الطريقه وغير في الافراد بس الـ 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 المفاهيم بقى او المهام اللي هتبقى جوه الطريقه هتبقى مختلفه شويه. يعني هو لعب بالشيخ ومره جنب ابراهيم نجم الدين وده الطبيعي اللي كان يلعب، او كان صلاح الصعيدي اللي هو جاله كورونا قبل الماتش اللي فات. ويحيى جبران رجع مركزه وبعدين في قدام في راس الحربه قعد جباجو مجبي ونزل كازاجو كازادي كازونجو اللي هو الاساسي. يا صلاح السعيدي ده كابتن حتى مش عارف اصلا لا 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 هو لسه ما تعافاش من كورونا. لا لا بقول لك ما تعافاش من كورونا. يحيى عطيه الله خرج مصاب الماتش اللي فات ونزل بدري كدارين، عشان كده انا توقعت ان ممكن يحيى عطيه الله ما يلحقش يخف. هو طلع في المباراه اللي فاتت كان ماسك عضله فخده وربطوها له كده، فالشكل العام في اسبوع يعني ده اقل من اسبوع اقل من اسبوع، ده دليل بقى ان ما كانتش حاجه جامدة شديده قوي زي ما هو خدنا احساس في المباراه هي. فهو بادئ بيه، فهي الفرقه هي هي باستثناء الشيخ كوماره رجع قلب دفاع مكانه الطبيعي، وكاسادي كازونجو لعب في الامام، ويحيى جبران جه في نص الملعب. بس هي عندهم مشكله اللي كلنا اتكلمنا عليها قبل المباراه اللي فاتت وفعلا ادت استحواذ غير طبيعي للنادي الاهلي في وسط الملعب. صح. حاجتين بيحصلوا، بديع اوك اللي هو الجناح اليمين اللي هو من اخطرهم، واسماعيل الحداد اللي ناحيه الشمال الجناح الشمال، مساعدتهم للظاهرين ضعيفه ودي كلنا قلناها في الاستوديوهات التحليليه الماتش اللي فات، ما بيرجعوش كتير مع عبد اللطيف نصير ولا مع يحيى عطيه الله. بص يا كابتن اسامه، ده الاستحواذ بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان مستحوذ تقريبا الفرق 52 او 53% وكمان يعني يمكن اكتر كمان يعني. اسماعيل حداد وبديع اوك، وده طبيعي في الاجنحه طالما انت بتلعب باسلوب 4-3-3 انه في اوقات بيبقوا 4-5-1 واوقات بيبقوا 6-3-1 يعني لازم يبقوا في مكان الباكين. ده ما بيحصلش منهم نادرا، مش وبالذات كمان من بديع اوك بتحصل من اسماعيل حداد شويه احيانا. لا خلي بالك احنا الماتش اللي فات كمان شفنا حاجه غريبه جدا، كان نصين الملعب منفصلين عن بعض. انا بقول لك جزء قدام لوحده وجزء لورا لوحده. ما دي جايه من موضوع اللياقه البدنيه والمهام وكمان كل واحد امكانياته ايه. في لعيبه ما عندهاش، بديع اوك واضح ان هو حتى في ماتشات الدوري المغربي متفرج عليه برضه مش طبيعته ان يرجع يدافع مع طريقه لعب اسامه او طريقه لعب بيعتمد عليها هو المدير الفني مع بديع اوك، انه يصبر قدام شويه عشان الهجمه مرتده وعنده سرعه وعنده مهاره فهو بيعتمد عليها، وعلى اساس اسماعيل حداد كان من الناحيه الثانيه. لكن لما تيجي تلعب فريق بقيمه النادي الاهلي اسامه بتبقى صعبه طبعا. فتكمله الكلام علاء، الاثنين دولت ما بيرجعوش كتير وبالذات بديعك. كمان في نص الملعب ايمن الحسوني ووليد الكارتي بيلعبوا شمال ويمين يحيى جبران، واحنا قلنا الماتش اللي فات ان هتعمل لهم خلل في نص الملعب المناطق اللي وراهم، ولذلك قفشه كان بيستلم براحته جدا جدا جدا. اليو ديانج والسوليه كانوا بيستلموا براحتهم جدا، اجايه بيستلم بيخش للعمق بيستلم براحته جدا، حسين الشحات بيخش للعمق بيستلم براحته جدا، كان في يعني سهوله في وسط الملعب. فانا اعتقد انه صحيح هيبقى في مهام لايمن الحسوني ووليد الكارت ان يساعدوا يحيى جبران شويه في الناحيه واحد دفاعيه، ولكن برضه مش امكانياتهم. عشان كده انا قلت ايه من وجهه نظري ان كان ممكن يلعب ابراهيم النقاش زي ما حصل على فكره قبل ما جاموندي يجي. كانوا بيلعبوا 4-2-3-1 لما تشوف ماتش ميليدو سان داونز في دوري المجموعات النجم الساحلي كانوا بيلعبوا على طول 4-2-3-1 كان بيبقى 2 ارتكاز تملي.
فهو انا تصوري كان المفروض يبقى يحيى جبران جنبه ابراهيم النقاش او حمزه ازرير ويستغنى عن واحد على حساب واحد من ما يستغنى عن مثلا ايمن الحسوني ويبقى في دكه البدلاء ويبقى وليد الكارتي هو وبديع اوكو اسماعيل حداد تحت كاسيدي كاسونجو عشان يقلل الاستحواذ شويه للنادي الاهلي في وسط الملعب. لكن هو واضح انه ده اسلوبه وكل الماتشات اللي لعبها في لعبها لعب 4 3 3 حتى في الدوري المغربي وماتش الاهلي عمل كده والنهارده بيعمل كده. بس اذا ايمن الحسوني وليد الكارتي واسماعيل حداد ما ساعدوش يحيى جبران نفس المشاكل اللي حصلت هتحصل تاني والاستحواذ هيبقى في نص الملعب للاهلي وسهل جدا نوصل للعمق بتاع شيك كوماره وابراهيم نجم الدين. يعني كابتن عادل رايك في تشكيل نادي الوداد واللي انا شايفه ان هو يغلب عليه الطابع الهجوم. انا من وجهه نظري ان الراجل ممكن يخاطر من بدايه المباراه ولا ممكن يقسم المباراه على مراحل. يعني انت قلت لا انا اعتقد ان هو مش هيخاطر ده رايك من التشكيل. انت قلت يعني مش هيبتدي ضاغط من قدام. طيب قلت مش عارف قلت كده انا شايف ان انت قلت كده وكابتن اسامه قال كده. انا قلت كده هيبتدي يغامر. لا انا بقول مش هيبتدي يغامر من قدام بوجهه نظري. بس هو واضح من تشكيله كده انه لسه ما كانش على الوداد يعني. ماشي فحياتك شايف ان احنا ان هو هيدافع ولا هيهاجم؟ لا انا شايف ان التشكيل ان هو واخد حته المغامره الهجوميه. هم اصلا بطبيعتهم فرقه مغامره جدا 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 بدليل ان احنا لما احنا حللناها قبل المباراه حللنا الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. يعني الجزء بتاع نص الملعب ده حياتك اتحلل اللي هو الفرقه مقسومه نصين صح متحلل قبلها مباراه الرجاء ومباراه الدوري المغربي اللي هم لعبوها. كان في ناس ما بتبانش في الشق الدفاعي اللي هو بديع اوك واسماعيل حداد وكاسينجو ما كانوش موجودين اساسا في الجانب الدفاعي الا باستثناء شويه ممكن اسماعيل حداد ولكن هم اصلا طبيعتهم كده. والاشخاص اللي موجوده في الملعب ما ينفعش تخلقها في يوم وليله ان انت تقول انا هلعب بشكل دفاعي. لا هم كويسين هم فرقه عندهم طابع هجومي كبير وشكلهم ده باين في مباراه الرجاء باين في مباراه اللي لعبوها كلها. ولما احنا حللناها قبل المباراه ما الشكل ما اختلفش كتير عن اللي احنا قلناه عن كل الناس اللي قالوا كل الاستوديو هنا وكل الاستوديوهات كل الناس حللت فرقه الوداد بشكل كويس جدا قبل المباراه. وده يديك مردود ان النهارده التغييرات مجرد تغييرات في الاشخاص انه رجع للاساس بتاعه كويس. انت كنت شفتهم بشكل جيد قبل كده في مباريات بظل في ظل وجود اللعيبه الاساسيه في كل مركز ان في ظل وجود يحيى جبران في مركزه وشيخ كومارو في مركزه فشفت شكلهم شكل كويس. واتفقنا ان فرقه الوداد مش عايزين برضو ننسى كلامنا ان فرقه الوداد قلنا ان هم مرعبين في الخط الهجومي وده بان في ماتشات كتير. ممكن يكون المباراه اللي فاتت انا مش يعني بحب ادي كل حاجه حقها قوي لا الفرقه دي ما كانتش موفقه او كان يومهم كان بدلك في اليوم ده خالص ما يعني كان الدي اوف بتاعهم فوارد النهارده هم اساسا فرقه كاونتر اتاك. فرقه الوداد في الاساس فرقه كاونتر اتاك بيعتمدوا على الاثنين ايمن حسوني وليد الكارت ان هم بيضغطوا بيقطعوا الكره وبيشتغلوا بيها لكن هم مش فرقه استحواذ. لو جيت اتفرجت على معظم الماتشات اللي ليهم قبل كده هم مش فرقه استحواذ هم فرقه كاونتر اتاك. ولو شفت الاجوال اللي بيجيبوها هتلاقي معظمها يا اما كاونتر اتاك يا اما حاجات ثابته كلها كاونتر اتاك حاجات ثابته. فيعني التحضير بتاعهم بيحضروا ولكن هم مش فرقه استحواذ ان تقدر تقول عليهم ايه ان هم هيستحوذوا عليك المباراه ويعملوا عليك جيم استحواذ بحت. لا هم هيلعبوا عادي. انا شايف ان هو حتى تحفظاتهم مش هتبقى تحفظات عاليه ان هم في حاجات مش موجوده عندهم. يعني لعيبه نص الملعب الثلاثه اللي موجودين حتى يحيى جبران مش لعيب اصلا مش رقم 6 هو اساسا رقم 8 يعني هو اصلا كمان مكمل في نص الملعب. يعني الثوابت الدفاعيه اللي المفروض تبقى في كل فرقه مش موجوده. انت النهارده لو جيت اتكلمت في النادي الاهلي عندك السوليه ممكن تلعبه 6 حمدي ممكن تلعبه 6 ديانج تلعبه 6 انت بتلعب فرقه الثلاثه اللي موجودين اصلا ما فيش حد بيلعب فيهم 6 فبالتالي هم عندهم طريقه بيلعبوا بيها هي اصلا طريقتهم فيها مغامره كبيره جدا وفيها مجازفه كبيره جدا. ان هو يجازف النهارده طبيعي هيجازف حتى النهارده ايه حتى النهارده ممكن يجازف هيجازف اصل هو جازف في ملعبه وهو 0 0 بس خلي بالك النتيجه هتقلبه في ايه هو خلاص برضه المجازفه نفسها عادل هو مش عايز برضه الموضوع يخلص منه بدري ينتهي بدري انا بخش جوه دماغ جامندي ده حقيقة. ممكن يعني يجازف من بدري عادل ومغلوب 2 0 هناك ده كلامنا ده واحد جازف مع بطل افريقيا
في ملعبه والنتيجه 0-0. ما ماشي، هل ما تعرفش الاخطاء؟ لا ما هو بقى ما هو ملعبه في فرق. ملعبه لما يجازف حاجه ولما يجازف بره ملعبه هو اني لا اصل هو لو لا وفي حاجه كمان، بس انت خلاص اتعمل اصلا اثنين اصل هو هو هي مش اصل عادل، هو عادل بيشوفها من وجهه نظر ايه؟ انت دي طبيعه لعبك وطبيعه لعبتك. هو اصلا بس انا بقول اه هو مش هو بالك هو مش هو مش قادر يغير اي ملك. بقول لعادل ايه؟ طب انت لو مكانه هتلعب بنفس كده؟ لا مش هتلعب، هتقسم لازم هتقسم المباراه على مراحل. بس انت كمان انت عندك يعني، انا لما اكون عندي فرقه بتلعب في نهائي افريقيا يعني احنا لما جينا اتكلمنا عن النادي الاهلي اتكلمنا طب نقسم المباراه ممكن نلعب بثلاثه واختلفنا نلعب باثنين ولا ثلاثه. عندك الادوات اللي تلعبك ثلاثه عشان تقفل كويس عشان تعمل كاونتر اتاك او عشان تبقى قافل بشكل كويس. مظبوط. فرقه الوداد بقى لما تيجي تقول لي هو النهارده هو النهارده كسبان هناك 2-0 هنفترض ان نتيجه المباراه كانت 2-0 للوداد، العناصر دي تقفل؟ لا، لا ما ممكن يغير في العناصر. ما هو ما عندوش عناصر يغير. لا هقول لك عادل معلش، انا بقول لك كل الماتشات اللي قبل جاموندي ما يجي انا يعني عندي الورقه بتاعها. إيه كانوا بيلعبوا هقول لك بس كانوا بيلعبوا 4-2-3-1. اقول لك كانوا بيلعبوا ازاي؟ كان بيلعب كان بيلعب جبران، كان بيلعب جبران وابراهيم النقاش ارتكاز ووليد الكارتي هو اللي تحت الفرقه. طب كابتن ايمن عايز عايزين نطلع بس فاصل وبعدين نرجع تاني نتكلم على التحليل الفني ماتش الاهلي والوداد. ماشي ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء توقعاتك للشوط الاول؟ يعني ان شاء الله تقدم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه نفس الشيء ان شاء الله تقدم النادي الاهلي. كابتن عادل السيناريو الشوط الاول النادي الاهلي لازم يلعب بحرص، لازم يلعب مباراه زي مباراه الذهاب ولكن لازم يكون في حرص لان انت بتلعب مع فرقه فيها لعيبه فيها سرعات عندهم كاونتر اتاك بيعملوا كاونتر اتاك كويس جدا، فلازم يبقى في مهام وانت بتهاجم للعيبه في حاله الكاونتر اتاك يبقى شكلك عامل ازاي. في باك بيهاجم لازم باك التاني العكس يقف، دي نقطه مهمه جدا. لازم لعيب من اللعيبه الاثنين الارتكاز ديانج لو في حد مكمل السولية او ديانج واحد منهم لازم يكون واقف. طب يعني سؤال على السريع كده لينا كلنا يعني النادي الاهلي لو جاب جول ايه اللي ممكن النادي الوداد يعمله، ولا قدر الله النادي الاهلي لو دخل فيه جول النادي الاهلي يعمل ايه سريعا؟ انا شايف النادي الاهلي لو يعني ان شاء الله لو سجل هيصعب الفرقه على المباراه على فرقه الوداد جدا والمباراه هتبقى مفتوحه اكتر والنادي الاهلي هيبقى عنده فرقه الكاونتر اتاك احسن اللي هو مش مميز فيه فرقه الوداد وخط الظهر يعني اضعف خططهم. لا قدر الله الاهلي دخل في جول لازم يكون في تماسك ولازم شخصيه الفريق تبان في الوقت ده لانك 1-0 اقرب نتيجه لانك ممكن لا قدر الله يجي فيك جول تاني، فمهم جدا ان يكون في لازم واحنا بنهاجم لازم على طول في ناس في واجبات في مهام للعيبه جوه الملعب لازم تكون واقفه بشكل كويس، لازم يكون واخدين بالنا من الكاونتر اتاك، وانا شايف ان احنا من البدايه لازم احنا اللي نسعى للهدف باذن الله. كابتن علاء لو الاهلي سجل طبعا تبقى المشكله كبيره جدا للوداد، هتلاقي الامور بقت اسهل بكتير قوي، لكن لو سجل هدف لازم الهدف الثاني كمان. السيناريوهات اكيد معموله يا ايمن، مستر موسيماني عامل اكيد سيناريوهات كتير جدا واللعيبه عارفه كده ومكلمهم، حتى لو لا قدر الله جه في الجول ازاي تتماسك ازاي تخطو المباراه ثاني مفيش مشكله خالص، ان كره القدم كره القدم فيها كل الحالات، بس هو الذكاء ازاي تتعامل مع كل حاله. فالحاله الاقرب او الاحسن للنادي الاهلي ان شاء الله يدور على هدف وبدر شويه باذن الله. ربنا كابتن اسامه لو احنا ان شاء الله جبنا جول النادي الاهلي هقول مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وهارد لك للوداد لان المهمه هتبقى صعبه عليهم وهتبقى سهله جدا لينا. هي بس الصعوبه بقى لو هم جابوا جول بيحصل في مباريات قبل كده واجهناها، لكن لازم يبقى في ثقه ولازم يبقى في تمكن وسيطره على الاعصاب. احنا كسبانين هناك 2-0 فدي كمان مهمه غير موسيماني، مهمه اللعيبه الكبيره الموجوده موجوده زي احمد فتحي والشناوي والسوليه اللعيبه اللي عندها خبرات. يعني ان شاء الله السيناريو الاولاني هو اللي يحصل الاهلي باذن الله. رب كابتن طبعا كابتن اتمنى طبعا ان النادي الاهلي يجيب جول في في في, في اول اول دقايق في المباراه، لان احنا شفنا ازاي بتميزك ان انت لما بتجيب جول في بدايه المباراه بتميزك ان انت المباراه تقريبا يعني بتديك شبه كبير قوي ان انت خلاص المباراه يعني انتهت، وكمان انت كسبان 2-0 بره ملعبك فدي هتديك افضليه كبيره جدا ان انت ان شاء الله تكسب المباراه يعني باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونلتقي بكم مره اخرى بعد نهايه الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.